فون هو احد برضو من وكلهم طبعا الاستاذ كامل ابو علي، يكون مسؤولا عن قضيه النادي المصري، وهو شخص على فكره محترم جدا في ارائه. مهندس محي، ازي حضرتك؟ مساء الخير يا كابتن خالد، مساء الخير يا أسامة بيه، اهلا وسهلا يا فندم. نورت مصر ونرجو انك انت تستمر يعني معانا. على فكرة بس قبل ما اتكلم في حاجة، بالمناسبة في حديثك عن الكلام اللي انت قلته ده فكرتني في حاجة. انا كنت بشتغل في الكويت في على حكاية انك رحت انجلترا وخدت بقى يعني باسورد لما رجعت، يعني كنت بشتغل في معهد الكويت للابحاث العلمية، كانوا طالبين واحد بمواصفات معينه مع دكتوراه ويكون اجنبي وبتاع. فجي واحد قدم السي في بتاعه ان هو امريكاني وانطبقت عليه الشروط وتوظف وجه استلم الوظيفه، وبعد ما جه هو مفكر هو مصري بس مع جنسيه امريكيه، فلما فكر ان هو ما يعني هيقول كده هيفرحوا بيه، لما قال كده قالوا له لا ده احنا عايزينك تمشي بقى، انت شفت علينا احنا عايزينك. بالظبط، عامل العسل الاسود بتاع الباسبور والباسبور. بالظبط بالظبط بالظبط. يعني اتفضل يا باشمهندس. يعني في الحقيقه بس هو في نقطه، الحقيقه انا الحقيقه سعيد جدا بان اسامه بيه معاك، لانه الحقيقه فكر رائع جدا وكلام محترم احنا محتاجين له في الوقت اللي احنا فيه ده، لانه الحقيقه ما يعني ما يطرح على الساحه في ندمه غريبه جدا جدا جدا، مش عايزين نتخلص، مش عايزين نبحث الامور في اتجاهها الصحيح، وعايزين فقط ان احنا نخون الناس. يعني الكلام ده انا بقوله على اعتبار ان كل ما يتداول في الفترة الأخيرة بخصوص الحكم الصادر من الكاس أو من المحكمة الرياضية بخصوص عودة النادي المصري، كل واحد قاعد يتكلم دلوقتي ومشي لك السكة في اتجاه أن أنا بريد أتدخل، وفي اتجاه أن اتحاد الكورة أهمل، وفي اتجاه أن الكلام غلط، ودخلوا الراجل المحترم اللي هو كان معاك امبارح اظن المستشار حازم بدوي، ان هو قال مش عارف ايه اولوه ايه، يعني عملوا ليله كبيره جدا جدا جدا. اقول لك بقى الحقائق كما يلي. يعني اول حاجه انه المحكمه الرياضيه تعتبر هي المحكمه العليا، والمحكمه العليا في اي مكان هي لا تتعرض للموضوع، ولكن بتنظر او هي زي محكمه النقض هنا بتحاكم الحكم. يعني انت في حكم صدر فانت بتودي الحكم ده له حيثيات بتستند فيها الى مواد في القانون الفيفا عارفاها، وهو بالاضافه الى ذلك طلبت من الاتحاد المصري اللوائح بتاعته اللي مكتوب فيها انه بناء على الماده كذا اديت العقوبه كذا. هو بيراجع بقى مدى انطباق هذا الكلام، هل هو موجود فعلا في اللائحه انه الماده دي بتقول كذا في الحاله الفلانيه، يوم يبقى ماشي، مش موجوده يبقى خلاص. فبالتالي قصه انك انت ما وديتش محامي او الورقه ما اعرفش كان فين او الكلام ده كلته، القضيه عشان تقبل في اجراءات او في دوكيومنتس معينه لازم تكون مقدمه عشان تقبل من حيث الشكل. يعني لما تيجي تقدم حضرتك قضيه هنا يقول لك فين التوكيل بتاع المحامي، فين اوراق القضيه، فين كذا فين كذا، عندما تستوفي هذه الاوراق يبقى القضيه اصبحت مقبوله من حيث الشكل. فطالما ان المحكمه العليا دي بحالها قبلت هذا الورق يبقى الكلام من حيث الشكل مقبول. بس برضه لا تنكر ان هناك نوع من الاهمال او حتى لو بعدم قصد من اتحاد الكره المصري، يعني لا 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 خالص يا كابتن خالد، لسبب بسيط جدا. هو الاهمال يا سنت النهارده الفكره في الموضوع ايه؟ هو طلب حاجات محدده، واخد بالك انت، هو قال له بعت لي مذكره وهو عنده الحكم اللي هو هيقيمه. فهو بعت البتاع ده، وبعدين القصه مش قصه انك بعت محامي او ما بعتش محامي او الكلام ده كله، السبب بسيط برضه انك انت فاكر القضيه الشهيره بتاعت بن همام اللي كانت ضد بلاتر. تمام، مفيش اقوى بقى من بلاتر، وعلى فكره هو فكره بن همام جدا وكان عايز يمشي الحكم ضده، وهو واخد الحكم بتاع السوق ضده. هل تعتقد ان لو في تاثير على الكاس يبقى بلاتر اللي يقدر ولا هنا بوريدا اللي يقدر؟ بلاتر. يعني بلاتر يستطيع ماديا ومعنويا ويستطيع انه يجيب 20 محامي، ومع ذلك الكاس حكمت بعكس الاتجاه اللي حكمت فيه الفيفا. طيب بالنسبه لنقطه كيف ترى عوده المصري للدوري او عدم عودته؟ لا، عدم عودته دي لامريكا احد، هذا الحكم بات وقطعي ولا بد من تنفيذه ولا مجال للاعتراض عليه، ده موضوع منتهي. المصري عاد، ما تقولش هيعود. المصري عاد. اليه عودته بقى مجلس اداره المصري كان تقدم بشكل يعني عشان الظروف اللي موجوده ان هو تقدم باعتذار ان هو بيعتذر هذا العام، ولكن هذا الكلام يجب ان يوضع في اليه قانونيه، والاليه القانونيه هي الوحيده التي تسمح له بالعوده ان يطرح الامر على الجمعيه العموميه، بانه مش حكايه انك انت تقول
ان 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 هو اعتذر، لا هتقول تعليق اشتراك نادي بناء على الظروف المحيطة. لما توافق الجمعية العمومية على هذا القرار يبقى اصبح التعليق لاشتراكه امر مقبول وامر مقنن قانونا، وبالتالي يبقى تحقق الهدفين. اما وانه عاد فقد عاد، دي مسألة ما فيش فيها نقاش يعني. تمام، ما ينفعش انك انت تتكلم فيها يعني. تمام باشمهندس، حابب تتكلم في اي نقطة تانية قبل ما ننهي المكالمة؟ يعني هو بس في نقطة بعد اذنك انت النهاردة، الحقيقة انا سمعت المداخلة اللي تتكلم فيها الاستاذ ممدوح عباس ويعني تألمت بشدة يعني ان يكون الحديث في هذا الاتجاه اللي هو اتكلم فيه وهو رئيس أكبر نادي في مصر يعني الحقيقة لم يكن موفقا على وجه الإطلاق، عندما مثلا قال مثلا يعني على سبيل المثال أنني قد أخطأت بضم بعض الناس في اللائحة بتاعتي ونجحتهم وهم ناس مرضى نفسيين وكلام زي كده. فهو بيدعي أنه لما ضم الناس أيا ما كان الشخص أيا ما كان الشخص أنا ما يمنيش هو بتكلم على مين. طب كيف لمجلس كهذا أن ينجح؟ يعني أنا دلوقتي رئيس النادي طلع قال اللي معايا في اتنين معايا مرضى نفسيين، طب ازاي هتعامل معهم بعد كده؟ ازاي واقعد على طاولة بان كمان يا كابتن خالد، هو لماذا لم يذكر ان احد المرشحين زي حازم امام هو كان احد اسباب نجاحه؟ ده الواقع بيقول كده. الدليل ان حازم هو واخد اعلى الاصوات بالظبط، واخد بالك؟ فاذا هي جروب مع بعض وما ينفعش انك تقول هذا الكلام خالص يعني، كلام ما ينفعش. وبعدين طبعا اتكلم كلام على الكابتن حسن شحاته برضه ما كانش يجب ان هو يقال. وبعدين اتكلم على انجازات لم يراها احد في مصر الا هو اللي قال. انت بتشوف كل يوم بقول لك ابعتوا كاميرا تصور المبنى الاجتماعي ما اعرفش انعمل ازاي، وارض اكتوبر في حاجه حصلت في بتاع اكتوبر ده، او في خطوات بقول لك هنعمل 8 ملاعب و10 ملاعب وكلام زي كده. فين ده؟ كلام حلو، كلام حلو. شكرا طبعا المهندس.